مالك يا حاج؟ في ايه؟ عرق لف الحبل حوالين رقبة اخواتك اللي كان هيلفوه على رقبتي. واتذكر ذكر وحيد الواحد. لا اله الا الله. معلم حمد الجاش ومعلم صبح الجاش، ولا انا غلطان في العنوان؟ خير، انت مين؟ انا فاعل خير. انا جيت بس انبهكم واقول لكم ان شحنه الخشب اللي احنا كنا متفقين عليها وانتوا عليتوا سعرها وخدتوها ما بقتش معاكم. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مين يا ابني؟ زي ما بقول لك كده، انا اضحك عليك يا عم ولا ايه؟ انا اسمي عرب السويركي، احفظوا الاسم ده كويس. دراع المعلم عبد ربه اليمين، ومن هنا ورايح اللعبه هيبقى معايا انا. ونصيحه من اخوكم الصغير، يعني لو ما فيهاش سهاله بلاش فتحه الصدر اللي بالاونطه، وما تتكلوش على ابو عمار، عشان اول ما هيعرف ان انتوا لا مؤاخذه اتغفلتوا في شحنه الخشب مش هيامن يحط مليم احمر معاكم بعد كده. يعني مع احترامي الكامل ليكم، بقيتوا ملط عريانين. اه بالحق، كنت هنسى. سواقينكم هتلاقيهم متكتفين ومرميين في الكيلو 90 على طريق مصر اسكندريه الصحراوي. في ناس شافوهم فبلغوني، قلت بلغكم وهينوبنا فيهم ثواب. تسخر من حريم شهر الجهله.